البيضاء المحافظة التي لقنت الميليشيا دروسا في معاني الحرية والكرامة طيلة فترات المواجهات بفضل تضحيات أبنائها واستبسالهم في الدفاع عنها. استطاعت هذه المحافظة التصدي لكل محاولات السيطرة عليها من قبل الميليشيا. وهذه المحافظة تقدم الغالي والنفيس وتقدم الشهيد تلو الشهيد لا لأجل الحرية والكرامة. نعم، هي المحافظة الوحيدة التي استثناها الدعم العسكري ولم يصل إلى جبهاتها المستعرة، إلا أنها مثلت انتكاسة كبرى للميليشيا التي دفعت بأضخم التعزيزات وأعتاها سعيا منها لتحقيق أي تقدم، فخابت كل تلك المساعي بصمود رجال المقاومة من أبناء المحافظة. هنا وفي مديرية الزاهر يقف رجال المقاومة وبأسلحتهم الشخصية لمنع أي تقدم. تشتد الاشتباكات وتجبر عناصر الميليشيا على التراجع هروبا من أعيرة المقاومة التي أصابت كل من حاول التسلل. وبرغم الإمكانات والعتاد العسكري البسيط الذي تتسلح به محافظة البيضاء مقارنة مع العتاد الضخم للميليشيا، إلا أن البيضاء عصية على الانكسار، لأن الحرية هنا حق لا يقبل المساومة، وفي سبيل الحفاظ عليه تهون كل التضحيات.